ده بداية كده عايزين نتعرف على موضوع التجارة الإلكترونية والنشاط الربحي، هل له توصيف معين؟ يعني أنا لو عندي مثلا حاجة ببيع مثلا حاجات صغيرة كده كوزمتكس تيشرتات، ده بيندرج برضو تحت التجارة الإلكترونية ولا دي حاجات كده على جنب؟ طب مظبوط يا فندم. بص، خلينا في البدايه الاول نتفق ان احنا عندنا في وزاره الماليه ومصلحه الضرائب بنسعى دايما لنجاح ونمو الشركات، لان هم او انشطه الموليه، لان هم شركاء النجاح بالنسبه لنا. بداية موفقة. واحنا في المصلحه وفي الوزاره بنسعى دايما لان احنا يبقى في خلق مجتمع ضريبي واعي ملتزم طواعيه، عارف ايه الحقوق اللي عليه والالتزامات اللي عليه. وده كله في يعني ما بي يعني في ظل جهود الدولة في النمو الاستدامة والشمول المالي. طيب، احنا طالما هنبتدي ونتكلم عن التجارة الإلكترونية موضوعنا، احنا لازم الأول نعرف الناس ان القانون الضريبي ما بيفرقش بين في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية وبين التجارة الإلكترونية. الاثنين امام القانون سواء، ده ممول له حقوق وعليه التزامات. أهم الالتزامات اللي على الممول دي اللي هو تسجيل وفتح ملف ضريبي، إن هو مع ممارسة نشاط. الحاجة التانية إن هو يقدم الإقرار الضريبي السنوي مع عن ضريبة الدخل بعد ما بيفتح الملف الضريبي. دول أهم حاجتين. يبقى إحنا عندنا لما نيجي هنمارس النشاط لازم حجم نفتح. النشاط بقى ده ما يفرقش، حجم النشاط مش بيفرق، لان انا عندي انا بشتغل في اطار قانوني، عندي ملف ضريبي، والله انا كسبت حققت. احنا عندنا شرايح ضريبيه بيحطها، بيشوف هو باع بقد ايه وصرف قد ايه، يطلع فيه صافي الربح بالنسبه له، ده اللي بياخد على الضريبه. ده لو قدامكم لكن الكترونيا هتحسبه ازاي؟ كله يا فندم احنا عندنا، ما هو هو اللي بيحسب، هو اللي بيحط ايراداته، انا بعت ايه واشتريت ايه وصرفت ايه، وبيحتفظ بايصالاته والحاجات اللي عنده، ايصال، ريسيت، ايميل، مسج، كل الحاجات دي بيحفظها عنده عشان يعرف اصلا هو المشروع اللي هو دخل فيه ده كاي كوميرس ده هيبقى ناجح بالنسبه له ولا لا. اللي هو التجاره الالكترونيه. مش عاوزين ننسى برضو اللي هو عندنا صناع المحتوى، الناس اللي بتعمل على اليوتيوبرز والبلوجرز. نفس الكلام. المنصات التعليميه عندنا، المنصات العمل يعني الحر. اللي هو الدخل بالنسبه له الالكتروني اللي بيجي له، مش ان هو باع حاجه لكن ده بالنسبه له بيدخله دخل. مظبوط يا فندم، كل دول خاضعين للضريبه والمفروض بيفتحوا ملفات ضريبيه وبيسجلوا. طب انا دلوقتي فتحت ملف ضريبي، فهو بيخاف على موضوع انا فتحت ملف، يبقى الضرائب هتلاحقني. تقول لهم ايه في النقطه هو دي؟ لا، احنا بنطمنكم جدا، الضرائب مش بتلاحق. احنا زي ما قلت في الاول، احنا عاوزين مجتمع ضريبي ملتزم طواعيه. انا كل اللي بنقوله للناس، انت قر عن صحيح ايراداتك، حط مصروفاتك اللي انت صرفتها كلها، ثمن البضاعه والمصروفات الدعايه، كل حاجه عملتها عندك كسبت، والربح بتاعك يخضع للضريبه اللي وفقا للشرائح الضريبيه اللي هو من صفر لحد 25، اللي هو اول شريحه صفر، الشريحه الثانيه 10، 15. لا، هي اول شريحه 25 ولا 15؟ لا يا فندم، اول شريحه صفر اللي هو لحد 15000 جنيه، لحد لو حد كسبان 15000 جنيه. كل اللي باعه ناقص كل اللي صرفه طلع كسبان 15000 جنيه، ده معلوش ضرايب. الشريحه يعني اللي بعديها اول 15000 ما لهمش ضرايب خالص، فري ضرايب. فري، مظبوط. اللي بعديهم عليهم ضريبه 2.5%، يعني يدفع 305. يعني حد كسبان 30000 جنيه مثلا، يعني لو 30 ادي 15 هنفوتها ونحسب على 15 الثانيه، مش بنحسب على ال 30. لا، بنحسب على ال 15 الثانيه، ما هي شرايح. طيب، ده بالنسبه لده، الكلام ده بالنسبه للاشخاص الطبيعيه اللي هم المنشاه الفرديه. هيدفع كام في السنه؟ 375 جنيه لو 30000 مثلا. طيب، بالنسبه للشركات دي هي شريحه ثابته 22.5%. بس طيب، احنا يعني الشركات هي نسبه ثابته. يا فندم، المنشاه الفرديه اللي هي الاشخاص الطبيعيه دي بتبقى عليها بس انا عارفه ان في برضه في شريحه عليها دعم او معفاه. ما هو الشريحه بتاعتنا ان احنا لحد 15000 جنيه ده معفي، معلوش اي ضرايب، صفر خلاص، ده بيقدم اقرار. هي الفكره ان هو بيقدم اولا الاقرار بتاعه اونلاين. لا، في شريحه خاصه بقانون 152. ده يا فندم، ده دي المعامله الضريبيه المبسطه، ده قانون تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر.